هذه تبادل اتهامات، مثلما الآن أنتم تتهمون تشرين بأنهم أدوات لدى جهات سياسية، ما أنتم 20 سنة متهمين بأنكم أدوات إيرانية تشتغلون مرة لصالح الولاية الفقيه، ومرة تشتغلون لصالح الحرس الثوري، ومرة لفيلق القدس. إلى متى سنبقى بتبادل هذه الاتهامات ولقي هذه الكرة من مكان إلى مكان؟ ما يبرئني من هذا الاتهام، أنا عندي على أرض الواقع ما يبرئني من هذا الاتهام. أنا قلت هذا الذي يساق ضدكم مثل ما تسوقون ضدهم، لماذا لا نتكاشف بالحقائق؟ ليش بنعتمد لغة الإعلام اللي سوقها بالمناسبة؟ هذه فوبيا مصطنعة أستاذ نجم. كيف؟ لا لا بالمناسبة ما يزت لك. أولا الحراك التشرين الشعبي محترم وهي ظاهرة إيجابية، بل قوى الإطار التنسيقي الآن أنا طالع حقيقة من اجتماع ويا أحد قادة الإطار يؤكد على هذه النقطة، يجب أن تحترم حقيقة حقوق هو منين تشرين غير من الشعب العراقي، وعدهم امتعاض وعدهم تذمر من الطبقة السياسية. لذلك بدءاً الرجل أعتقد مرشح الكتلة الأكبر الآن السيد محمد الشياع لديه تواصل مع الحركات التشرينية، قادة الإطار أيضاً يتواصلون مع الحراك التشريني الشعبي. لذلك أنا أميز، وهي ظاهرة مهمة جداً يعني يجب أن تفهم، هنالك فرق كبير ما بين الجهة السياسية التشرينية وبين الحراك التشريني الشعبي، هؤلاء أبناء العراق ويجب أن تحترم حقيقة مطالبهم. طيب. لذلك نحن ميزنا، وهذا التمييز ضروري جدا. ميزتم.